حين وقت المغيب، الفنجان لا يزال دافئا كمطر على خط الاستواء. اليوم هو يوم 8 مارس، المناسبة اليوم العالمي للمرأة. أبت الجمعية المغربية للثقافة الاجتماعية للتضامن الاجتماعي والثقافي إلا أن تكرم هذه المرأة. فاليوم إحنا كنحتفل بهذا العيد ديال المرأة، لأن المرأة ولو نقولوا نتكلموا عليها ليل ونهار ما غنوفيوش بهذاك التعب وهذاك العناء اللي كتعاني المرأة. فكنتمنى من هذا المنبر، لأن هذا يوم عالمي للمرأة، ولكن كنتمنى أن جميع المجتمعات يوفوا لهذا المرأة الحق ديالها ويعتبروا راه هي الأم، هي كل شيء. ولو غادي نبقاو نتكلموا على المرأة ليل ونهار، فالمرأة هي الكل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم. فتحية لجميع المرأة المغربية والمرأة القروية وجميع الأمات في جميع العالم. إن هاد النساء اللي هما كرمنا نساء يعني اللي هما في مجال الإعلام، وكذلك النساء اللي هما في مجال المجتمع المدني، وجميع النساء في كل واحدة في تخصص ديالها. السلام عليكم. اليوم جيت الجمعية المغربية للتضامن اللي كترأسها الأخت أمينة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. شكرا على التكريم، شكرا على الحب، شكرا على الاستقبال الهائل. كنتمنى لهم التوفيق والنجاح، وكنتمنى يا ربي. كنشكروا بعض الجمعيات لأنهم كدائما كيديروا التفاتة للفنان، مع أن هذا الشيء خص تديروا وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة هام للفنان، ما كيعطيوش قيمة، ما كيعرفوش شنو أخباره وشنو أحواله. ولكن كنشكروا الجمعيات اللي دائما كيتفكرونا وكيديروا لنا هذا التكريم هذا، وكنعرفوا أننا احنا باقيين عايشين في الدنيا وأن باقي الناس كيتفكرونا. شكرا لجميع الناس اللي حاضرين، شكرا لجميع الناس اللي حضروا لهذا التكريم، وشكرا للفرقة الموسيقية وجميع المصورين. جندول ممثلة وإعلامية مغربية. كنشكر الجمعية المغربية للتضامن والثقافة على هذه الالتفاتة الجميلة. أنا ما كنعتبروش تكريم بحد ما قد ما كنعتبرو اعتراف، اللي هو جميل وكنقبلو بطبيعة الحال بكل فرح. كنهدي لكل النساء المغربيات، وكنتمنى أن نقطعوا أشواط في حقوقنا في يعني في اليومي ديالنا، أننا لأن المرأة المغربية كتستحق كل ما هو جميل، كل ما هو طيب، أنها تكون مرتاحة في هذا البلاد سعيدة لأنها كنستحقوا. وشكرا بزاف، ونهاركم مبروك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيسة أمين عطف الله، رئيسة الجمعية المغربية للتضامن الاجتماعي والثقافي. هذا النهار، هذا العرس وهذا الحفل بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، كنتمنى هذه الفرحة تكون لجميع النساء، وكنتمنى الخير والازدهار لهذه البلاد.